هذا جراج صلاح القلاف، وهو متكفل بموضوع الميكانيكا والصبغ، والسيارة راح تمر بمراحل وايد. في جراجات متكفلة بدعاميات، في جراجات متكفلة بتواير ورنقات ورفعة، وفي جراج متكفل بداخلية السيارة راح يسويها بالكامل من داخل جديدة. قربت بس لا تنصدمون من السيارة، لأن فيها شيء غريب. الحين بتشوفونه، خل توصل السيارة راح تعرفون شنو الشيء الغريب. الموضوع فيه نوع من أنواع الصدمة. هذه السيارة وصلت. السلام عليكم. وصلت، جايبينها من غير بيبان ولا صبغة. اولا علشان نخلص الخطوة هذه ويقصون المداقر بعدين يصبغون. ثانيا نوع من انواع التشويق، ان ما تشوفون لون السيارة قبل تركب عليها الاغراض وتحسون ان اللون مو حلو. ودي انكم تشوفون اللون مع الاكسسوارات السيارة كاملة. في شيء هم قاعد يلفون من هذه داخل، ما ادري شو يسوون. يلفون هذه، حط السويتش هنا. في لها سر بالتشغيله. السياره قاعده تثير الفضول هنا، كل ما احد يمر يشوف شو السالفه، ليش قاعدين يشتغلون بسياره ما فيها صبغ ولا بيبان. ابيكم تتذكرون شكل السياره عدل. تذكروا الشكل هذا علشان بالنهاية تحسون بالفرق. تذكروا هالداخلية، تذكروا الوضع هذا كله، بيكم تتذكرونه. شوفوا الكشنات، شوفوا الوضع، بيكم هذا كله تركزون عليه وبالنهاية بتشوفون شو اللي راح يصير. هذا السبرينج القديم وهذا الجديد، والحين اذا جابوا المعونات بصور لكم اياهم. هذا القديم اللي امامية ايرون مان والخلفية بلاستيل. الله يعينه، في قطع وايد بالرفعة هذه لازم تتبدل. الريال تربى عشان يركز. شوف الواشرات ايش كثرهم، في قطع صغيرة اتوقع غلطة واحدة يعيد من اول. شوفوا هذا الشيال الجديد اللي راح يركب مكان الشيال هذاك. في ناس بس ركبوا رفعة اللي فيها سبرنجات معونات، بس هذا فيه وياها شيالات بعد. احنا اصور لكم القطع الثانية بعد. هذا المعاون القديم، هذا الجديد هو مضغوط حاليا. تشوفونه صغير بس هو مضغوط، بعد شوي لما يفتحونه تشوفون حجمه. دائما المعونات لما تكون جديدة يكونون ضاغطينها. شوفوا هني
يخطط المتجر عشان يقصه عند الكتالوج. لازم ينقص المتجر عشان يركب المتجر الثاني. شكلي قاعد اوتره، راح اقص المتجر غلط. صار دور المتجر اللي ورا العين. هذا الشيال القديم شوفوا شكله من داخل فاضي، فممكن بسهولة ينعوي بالأفراد. أما الشيال الجديد هذا اللي ركبوه، هذا فيه سمك وقوي يتحمل موضوع الأفراد. قاعدين يركبون السبرينج. قاعدة بسويف وايد حلوة وممتعة. اذا انت قاعد تسوي بروجكت، قاعد تعدل، تتحمل القاعدة، خاصة الحين الجو حلو مو نفس بالصيف، تستانس. بس لما تجي شويخ وسيارتك خربانة ومتوهق تختلف الحسبة، وانتك تقعد حتى ربع ساعة. ولا ايش رايكم؟ شويخ اللي متابعنا من برا الكويت، الصناعية، منطقة الصناعية شويخ. بطق فرة بالسيارة اجربها شوي هني بعدين ارد اصفطها. اتوقع كان المفروض اني ما اضع فيها سكان. اي نسيت، صح، يقول لي لازم اسوي ميزان. بس عادي، يعني بس نجرب شوي. شوف السيارة هذا ولا هذاك؟ بوريهم هذا وهذاك. هذا شوفوا، لقيت هذا الكرسي ماشي حاله، الثاني تعبان. ديكورات بشوف لي ابي نفس هذا الديكور الحين نحصل. وتعال بس ورا، بس ابي هذا تو مسوينه ولا شنو؟ هذا عادي ادوس له. ابي ديكور هني اللي ورا. تحت ما في؟ فوق؟ فوق في. مكسور ولا ابي؟ فوق سليم، تحت مكسور انا شوف. انزين، وفي واحد انظف من هذا بعد؟ هذا انظف، هذا سليم. هذا مكسور من هنا. انا خفيف المشكلة، ما في هذا. انا عامشان مكسور. ومن فوق. هذا مو مكسور. انزين، ابي هذا. بس خلينا نشوف الثاني بعد اذا انظف. ابي باب يسار، وابي نفس هذا، بس خلينا ندور واحد نظيفه. هذه كراسيها تعبانة، هذيك كراسيها زينة. انا بابي ما في هذا الخشب. ده ما في خشب؟ لا هذا غير. سافة عاد زين هذا شنه. بس هذا كراسيها تعبانة. هذا شنو؟ جلده ما في. انت فر لك القماط؟ لا مو فر، هذا فر. شكل الكراسي، بس خلنا نشوف الكرسي هذاك. عليكم من الوساخة، هذا راح يتنجد. بس ادور شيء، هذه مالته زينة، هذا شوي تعبانة، الثاني زين. الباب جام تفر، هذا ما ينفع. نشوف الديكور، الدبة ما تبطل؟ دبة يمكن نسكر. هو خلاص خلاص، هي مكسورة مبين. انزين خلاص، ابي هذا الديكور اللي فوق. ايوه اللي تحت هناك هني مكسوره، اخذتني اللي فوق. مشكله. وانا اشوف اذا ما لقيت كراسي باخذ هذول. هذا زين، بس الثاني شوي من تحت. انت تسوي جلد؟ لا ما ينفع، هو لازم هو انا راح اسوي جلد، بس هو يبي اسفنج زين. اسفنج زين هو، مش انا هذا. هذا زين، هذاك شوي نازل. شوف لازم شوي نازل، هو مستخدم. اي هذا لازم دور شيء زين.
خلاص انت عطني هذيك القطع. اكثر سيارات لو يدعم كشنات يعوج، هذا مو دعم شيء، هو انا عارف عارف الفرق موجود. خلاص عطني هذيك القطع فوق، القطعه فوق بس بشوف انا اذا حصلت كراسي بشتري، اذا ما حصلت باخذ هذا. بس لقيت قطعه واحده للحين، الكراسي هي الورطه الكبيره الكراسي، لانه ما يقدر يسوي لهم تنجيد ويصورون بشكل محترم الا اذا الاسفنجه زينه، وانا ابي اسوي شيء محترم، فهذا اللي موهقني والله. في اشاره ثانيه بغيتها تذكرت توني، القطع هذه اللي تحت السكان مكسوره عندي باخذها، وهذه اللي صوب السكان البلاستيك كذي وشكلها هني زينه، فبشيل هذه وهذيك، وان شاء الله ان شاء الله احصل باب، لان اذا ما حصلت راح اتوهق. يعني المحل اللي راح اشتغل بالسياره تنجيد شارط علي انه يكون الديكور نظيف عشان يشتغل على السياره، لان المحل هذا ما يشتغل باي كلام، فشارط علي كراسي نظيفه وديكورات نظيفه. اوكي هذه القطعه حصلناها، مشي الحال. وهذه هذه اللي تحت السكان، شنو هذه اللي تحت السكان القطعة مع هذا البلاستيك صوب المفتاح السكان تحت. اي هذا اي، وهذاك الثاني ديكور تحت. اي ديكور هذا اللي تحت؟ اي ايوه زين. بس نظيف مو مكسور؟ مو مكسور نظيف. ابي هذول زين، والمفتاح بعد ابي القلمه، المفتاح قلمه مفتاح بس ما ادري شغال ولا لا. لا شغال، هو عم شيء اللي يفتح لازم المفتاح يفتح، هذا مفتاح مفتوح شوي اللي ما ادري مسكرين ولا. شوف انت هذا ولا هذا اي واحد، بس اهم شيء الديكور هذا. هذا لازم بعدين اصلح مفتاح، هذا شنو نفس المفتاح ما يدخل، لازم اصلح مفتاح. حسب لي هذه، انا الواحد اللي ما يلف ويدور محترم عادي ما كسره، فما راح اكسره. حسب لي هذه والقطع اللي تحت السكان واللي عند السكان كلهم بعشرة دانير بعد، يعني خلاص سعره زين اصلا، وهو ما قاعد يلف ويدور وقاعد يقول هذا وسخ هذا نظيف. المفتاح داخل في قطعه بالقلب مكسوره عندي، يقول لي ما تشتري القلب كامل، في قطعه تتبدل هي، وهم يعني ما اعطاني سعره غالي، كل القطع مع بعض 23 دينار. راح اخذهم منه صراحه، ما يعني اللي حصلته باخذه. الحين يبقى لي كراسي اماميه وديكور باب يسار وفتحات مكيف، ادعوا لي ان شاء الله ان احصلهم، لاني لو ما حصلتهم راح اتوهق وهقه كبيره والله، راح اضطر اطلبهم ادورهم بامريكا. والشغلات هذه ما تحصلهم حتى بالوكاله، يعني خلاص سياره قديمه ديكوراتها ما تحصلها بالوكاله، عشان كذي يعني انا متورط. باجي ديكور السياره من داخل كله زين، الطبلون البيبان الكرسي اللي ورا كله زين، محتار بهذا انا بس. الحين هذا الكرسي خلوكم الوساخه، انا ابي الاسفنجه بس. هذا الكرسي تمام رسمته تمام وكل شيء، هذاك شوي مايل من النهايه، وهذا الشيء ما يتعدل بالتنجيد، يعني اذا تبي شكله نفس الوكاله ما يتعدل بالشكل هذا. ف الله يعين ان شاء الله نحصل اللي نبيه. صباحكم الله بالخير وفيديو شروكي، انا ادري تحبون الشروكي وايد، فاليوم فيديونا عن الشروكي، ونشكر بورتراج اللي هم جايين ياخذون الشروكي من عند الجراج. نصبغ الشروكي، لا تحكمون على اللون قبل لا نخلص، لان الرنجات راح يكون لونهم غير، تواير اكبر، سياره راح تتكحل بلون اسود، فلا تحكمون على اللون. انا ما كنت بوريكم صراحه، كنت بسوي حركه ان ما تشوفون اللون، بس حسيت ان بديتوا تملون فوريتكم اللون. لما يخلص راح تحكمون على اللون، لان في شغلات راح تكون سوداء، في شغلات راح تكون يعني تغير اللون. هذه الصبغه من احلى ما يمكن، طبعا الصبغ الماني، يعني حتى الصبغ توصينا فيه، خذينا نوع الماني. صادف ويانا موقف ان البطارية خنست، و
مثل ما انتم شايفين عندهم جهاز يشحن البطارية. سبحان الله خدماتهم كلها راح تبين بالسيارة هذه الظاهر. لين يركبون السبيسر قبل يركبون التوايل والرنجات علشان المداقر طالع لبرا، ما يصير شكل السيارة غلط، المدقر لبرا طالع والتاير داخل، لازم يكون متناسق الموضوع. ركبوا الفلنجات، هذا الرنجات اللي اخترناهم. وصلنا مرحلة تركيب التاير على الرنج، حطوا المادة هذه عشان يسهل عليهم التركيب ما يخرب التاير يجرحها ولا شيء. شوفوا بوريكم فرق الحجم بين القديم والجديد. عرفتوا ليش كان ارتفاعها مو حلو؟ لان التاير صغير وايد. برا عشان تكون عندكم رؤية اوضح حق السيارة، هناك مو قادر اصور لكم اياها عدل.
on to see the light. تشوفون السيارة للحين ما ركبوا عليها الشبك ولا الليتات الأمامية، بس بوريكم الليتات الأمامية. الليتات الخلفية للحين ما وصلت، ناطرينها، وبوريكم الحين الشغلات اللي الحين بنركبها ونشغلها لكم عشان شوي تشوفون شيء جديد. هذا الموتر، شوفوا دعاميات، ايش رايكم بالموضوع؟ هذه الكشافات، انتم مثل ما شايفين احنا ما في شيء نركبه مو اصلي على السياره، ريجد. هذول الاي دي ابيض بس فيهم سكن برتقالي يشب، حاليا الواير مو موجود حسافه ما اقدر اوريكم، بوريكم اللي وراه يشب سكن برتقالي نفس لون السياره. فالفيديو الجاي راح تشوفون ان شاء الله ان الشبك راكب مع اللتات الاماميه والسكنات، وهذا راح اوريكم اياه. شوفوا هاي اللمسات البسيطه بالدعميه مع هذه، وهذا الفلاشر اللي فوق ركبناه مع السلة. السلة ما راح تكون فاضية كذي، عشان اللي يقول لي ان السلة مثلا شكلها خرب السيارة ولا شيء، راح يكون فيها شغلات حق البر، راح نركبها. وهذا الفلاشر الحين بوريكم الاشياء اللي فيه. وهذا اخونا علي المطوع اللي شغال بكهرباء السيارة، جزاه الله خير، شركة امرجنسي اوردر. ورينا الليت الخلفي، هذا رجد بعد في عدة وظائف، ممكن تخليه كذي شغال مع مشبوك مع الليتات الخلفية، ممكن تخلي فلاشر، ممكن مع البريك، ممكن تخليه كشاف، في اثنين منهم احنا مشغلين واحد الحين. شوفوا كذي يكون شغال عادي، وفي كشاف من تحت، شوفوا هذا تطيح هذا من تحت، وهذا الكشاف الخلفي عشان تحسون بالموضوع. اذا احد ضايقك بالخط السريع ترك لك، ترد ترك العادي تتسلى معه، وعندك شيء فوق تتسلى فيه بعد. الحين بوريكم اياه، بوريكم داخليه السياره قبل لا يشتغلون فيها علشان يكون عندكم فكره شنو اللي راح يصير. شوفوا ايش كثر الداخليه سيئه، شوفوا الكراسي، شوفوا الارضيات، شوفوا هذا شلون مفتوحه، شوفوا هذا فتحات المكيف مكسوره، هذه خربانه، شوفوا من هنا اوكي. الحين بوريكم احنا ليش مطفين الليتات. هذا الكشاف اللي فوق
هو عبارة عن كشاف وعبارة عن فلاشر بنفس الوقت حق اللي بيقلص وبنفس الوقت يفيده. يعني شوفوا هذا الكشاف الأمامي، هذا طبعا من شركة Emergency Order، خلنا أوريكم إياه من ورا. اللي ورا طبعا تغير لونه من الاصفر، ممكن تخلونه ابيض وممكن تخلونه اصفر بنفس الوقت. شوفوا الحين اصفر الحين ابيض، شوفوا في خيارات. طبعا هذه ماركه امريكيه سبيد تاتش، شيء من الاخر. وفي كروزنج لايت، خلي الكروزنج لايت نشوف. الكروزنج لايت يكون بس نت على الجنب يتم شغاله. هذا حق الكروزنج، شوف هذا يتم كذي بالكاميرا شكله اقوى، بالصدق شكله يعني زين. وين اللي على الجنب؟ كان في ليت يشب على الجنب بس الاورنج. شوفوا ممكن تخلونه بس كذي يعني شغال من الجنب سكن، شكله وايد حلو. حلو كلها اصفر. اوكي. طق الثالثة يتابع من قدام ترافيك الحلقة. نفس الاصفر يكون دبل كلر. اللي من ورا. صار كله دبل كلر، كشاف، اربع كشافات. يعني في كذا سيت اب وايد بصراحة. وهذا مو نفس اللي تحصلونه بشارع زينة، هذا وياه ضفيرته. ما يأثر على كهرباء السيارة، اللي هناك ممكن انك تركبه على السيارة ويأثر على الكهرباء. في محولات داخل الكشاف نفسه. داخل الكشاف في كمبيوتر كامل. في كمبيوتر كامل راح اوريكم اياه ان شاء الله. طبعا اخونا علي المطوع طالع من الدوام. اوكي الحين. جاي هني على طول لان قاعد نضغط الحين الوقت حق المعرض صار ضيق جدا. فنحاول نخلص. ممكن تشغلون سكن برتقالي، وهني في سكن برتقالي راح يكون راح اوريكم اياه المره الجايه، راح يصير شكل السياره وايد حلو. خلاص شغل لايت، شغل لايت. شكرا. اوريكم اياه كذي. شوف هذا الليت الامامي هم نوع ريجد. اللي ما يعرف ماركه ريجد من افضل الماركات بالليتات، نفس ماركه هذا. العالي من فوق، لا الواطي من فوق والعالي من تحت. والحين كلبساته مو موجوده بس تقدرون تشوف تشوفون شكله، لونه غامج. والشبك هذا راح يكون كله لونه اسود، فاخذت شيء يكون شكله غامج علشان يعطي شكل حلو. المره الجايه راح نركبهم ان شاء الله. الحين راح اشغل لكم اياهم تشوفونهم. والليتات اللي ورا اللي شفتوهم على السياره هذه مو ليتاتها الاساسيه، هذه مؤقت بس على ما توصل لتات اللي طالبينهم، هم طالبين شيء محترم. فان شاء الله الحين نشغل لكم هذا ونوريكم اياه بعد. اعطونا رايكم بالليت. انا رحت حق ليت يكون شكله يشبه ليت الوكاله بس انه انارته اقوى. ما حبيت اروح حق شيء شكله يعني وايد غير وزينه شكله يعني. Oh.
مساكم الله بالخير. الفيديو اللي طاف سلمنا السيارة حق محل إحسان، والحين بنوريكم ان بلشوا بالسيارة شنو سووا فيها. الحين تشوفون ان السيارة تفللت من داخل، اخذوا القطع اللي يبونها كلها بيعدلونها وغيرون لونها، كانت رمادية من داخل راح تصير اسود برتقالي. البرتقالي طبعا شغلات بسيطة، خياطة وكذي، مو شغلات كبيرة. فشالوا القطع وقبل يشيلونها هي كانت مشيولة من الصبغ، فركبوها كلها مرة ثانية عشان يشوفون القطع اللي فيها عيوب، القطع اللي ما تركب عدل، وبلغني شنو الأشياء اللي يبيها وأنا جبتها علشان تصير بيرفكت وراكبة عدل. فيعني ما في شيء إنه ما يتركب عدل، لا لا، أي قطعة ناقصة مو مضبوطة يقول لي يبيها وأنا أجيب له إياها علشان تصير بيرفكت. هم شغلهم يعني ما يحبون إنه شيء يكون مو بيرفكت. فهو شرط علي إنه لو بشتغل بسيارتك تجيب لي القطع اللي أسألك عنها كلها، يعني تتصرف عاد. يعني حتى هذا السايد بريك مشقوق شوي، قال لي يبي واحد جديد، راح أدور له واحد جديد، ومسجلة تعبانة فبنشوف حل نركب لها شاشة ولا شيء، وهذا كله راح يتغير، زولية وكل شيء راح يتغير حتى الطراريد. هذه مراحل التخطيط، بلش وياهم من الكشن سادة ويخططون بينهم بين نفسهم ويشوفون، بعدين فكروا بالشكل هذا يكون كذي، بس آخر شيء يعني اختاروا الشكل هذا آخر شيء. أنا حسيت هذا لايق أكثر مع يعني شخصية السيارة أنها حق برا أوف رود وكذي، النكشة هذه لايق أكثر. شوفوا هنا هذا الشكل الأصلي، أخذين له صورة عشان يصممون. هذا لما يضيفون له الخطوط، شوفوا كل التفاصيل يختارها، يضيف خطوط، يضيف ألوان خياطة، شوفوا هني يختار الأطراف، قاعد يسويها معانا يعني الناس ما سووها من قبل عاد. شوفوا هني ما في لوجو حط لنا، وفي خيارات من اللوجو بعد، بس هذا شوفوا كذي ممكن يكون، هذا اوبشن وهذا اوبشن ثاني، العين تكون غامجة او العين تكون هي اللي لونها برتقالي. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. مساكم الله بالخير. فيديو سريع وابديت، ما عندنا وقت بس لازم نغطي لكم شو اللي قاعد يصير. احنا الحين بمحل سانجارد، يحطون لها حمايه وجه كامل مع تغييم، مع اذا في وقت نانو سيراميك. هذا وجه السياره ركبناه، خذينا هذول لونه اسود مع اللي هني، والليت من داخل غامج. شوفوا شكله شلون قدام، راح نصور لكم اياه تصوير ثاني بالمعرض، الحين كلش ما عندنا وقت. الليتات اللي ورا غيرناها، هذا شكلها، سامحونا على الابعاد.
انظلمه الداخلية راح اصور لكم اياها لما يركب البيبان، بس هي نظرة اولية. هذا الطبلون، هذه نظرة اولية بس يخلصون من هنا، باكر لما يركبون الديكورات اصور لكم اياها من داخل مرة ثانية. السيارة تعتبر جاهزة، بس امور بسيطة وتكون خلاص. شوفوا الليت الامامي شلون شكله صار. بعدين شيء يشبه ليت الوكالة، بس ان الاي دي يشب نص. شوفوا شلون الواطي من فوق والعالي من تحت. مساكم الله بالخير. الخطوة الأخيرة بتركيب الديكورات الداخلية، مثل ما انتم شايفين القلق واصل حده، وركبنا من داخل الديكورات وكذي. عطم السريع كذي راح اصور لكم فيديو احسن من هذا، بس هذا كذي ابديت على السريع، وبالمعرض راح اصور لكم اياها مرة ثانية، بس هذا كذي ابديت على السريع. طبعا شوفوا هنا، تذكرون الفيديو قبل كنت اقول لكم القطعة هذه دورناها بالامارات وبالسعودية، المهم حصلناها اخر شيء يعني. شوفوا هنا السماعات ركبوا جي في سي، حتى سماعات ما نسيناهم. وهني حط يعني حط خياطة ورتب الدنيا. الدبة هذه كانت مبهذلة، هذول طالعين برا وكذي تعبوا على الشغل وايد بصراحة. وتشوفون لمعة السيارة هذه من محل سنجار تشتغل عليها، وحط لها نانو سيراميك وحماية وتغيير. تعرف الصوت كذي ورا من الجنب شان لمعتها، انت غبرت شوي. واللي ما شاف وما يدري اللون من وين، اللون خذناه من المني، بعضكم لاحظه وبعضكم ما لاحظ. فاللون جاي من هني. هذا فيديو تشويقي كذي بالمعرض، ان شاء الله بس نحطها ونفضى نصورها فيديو يعني محترم اكثر ان شاء الله. وخلنا نقول على السريع المحلات اللي شاركوا، ولا هذا بخليه بالمعرض، بخليه بالمعرض التكاليف والمحلات اللي شاركوا.
مساكم الله بالخير. طلبتوا مني اسوي لكم فيديو عن تكاليف الشروكي كم كلفني بالضبط. راح تنصدمون وايد، انا ما حسبت كل شيء بالكامل، حسبت الاساسيات واخذوا الصدمه. الحين اوريكم الدعاميات مع السله. انا طبعا بكلمكم اذا انت شخص بتسوي نفس اللي انا سويته، يعني مو انا في عندي سبونسرات، بس اذا انت شخص وبتسوي نفس اللي انا سويته، الدعاميات والسله كلفوا 1000 دينار، الرفعه والتواير والرنقات، التواير والرنقات كلفوا تقريبا 800، المداقر والرفعه 680، صبغ السياره 900 دينار، ميكانيكيات انا قلت 400 بس هي اكثر اكيد، انا ما حسبت قطع الغيار والشغلات اللي شريناها. الفلاشر اللي فوق قيمته 500 دينار، والليتات اجمالي، يعني اجمالي الليتات كشافات على اسطابات وشي 570 دينار، ومن داخل السياره كلفت 1200 دينار شغل حسان. نقدر بعد هذه تقريبا اهم الشغلات الاساسيه اللي بالسياره، يعني اللي دفعنا فيها فلوس، فاجمالي الموضوع طلع 6070 دينار، واحسب عليها سعر السياره كان 380 دينار، يعني تقريبا 6400 دينار كل شيء بالسياره. ندري مكلف وايد، بس احنا حبينا نسوي كذي شيء يكون قوي. فهذا الحكي بحال انك ماخذ كل شيء امريكي واصلي، يعني هذا الليت الامامي رجد، هذا رجد، الليت اللي فوق نسيت اسمه بس امريكي بعد من محل امرجنسي اوردر، الخلفي امريكي، الليتات الخلفيه اللي تحت الكشافات هم ماركتهم رجد. فهذا الحكي كله بحال انك ماخذ كل شيء امريكي واصلي. وانتم مثل ما انتم شايفين احنا رايحين عند حسان، شغله من اقوى المحلات، وهم سعره يعتبر عالي بالنسبه لنا، يعني شغله وايد قوي. فاحنا عندنا سبونسرات كذي، بس انا اعطيكم التكاليف اذا انت شخص بتسويها. طبعا مو كل شخص يبي يسوي كل هذا بسيارته، يعني في شخص يبي بس يصبغ ويسوي داخليه مثلا، فانا اعطيتكم اسعار الشغلات علشان انت تشوف اللي كنت بتسويه وكم يكلفك تقريبا. والحين بعطيكم صور الداخليه، لان هني ظلمه فما راح تبين عدل. بصور لكم بالكاميرا، بوريكم شي نظره سريعه، بس بوريكم بالكاميرا الشغل. وهذه المحلات اللي مشاركه، فورتراج شارك بتنقلات السياره كلها، ساندانا سوى داخليه السياره، سامكو التواير والرنقات والرفعه والمداقر، سانجارد الحمايه والتلميع. اي نسينا نحط سعره تقريبا بعد زيدوا على السياره بعد، يعني يقولوا 400 دينار، لان نانو سيراميك سياره كامله مع حمايه وتغيير، يعني دخلنا بالسبعه تقريبا. انا طول الوقت عبالي ان السياره كلفت 5. جراج غاز واسارتي هو نفس الجراج القلاف، ميكانيكا وصبغ سوليد، الدعاميات والسله مثل ما انتم شايفين، امرجنسي اوردر سوالنا حط لنا الفلاشر، هذا هو عباره عن فلاشر وهو عباره عن كشاف. الحين البطاريه مخنسه ولا كان وريتكم، عباره عن فلاشر وكشاف، وحط لنا دقم هنا حق الموضوع كله. شوف الدقم، تقدر تحكم بالفلاشر والكشاف وكل شيء. يعني هذه دقمه الكشاف الامامي، وهني باقي الدقم. فهو مو بس سوى هذا، يعني كهرباء السياره كانت تعبانه ورتب لنا اياها بعد، وامرجنسي اوردر يجيك للبيت يضبط لك كل شيء. وكذي خلصنا سلسله فيديوهات الشروكي، وخلوكم متابعين، ان شاء الله يكون في بروجكت ثاني بعد هذا ان شاء الله باذن الله. بس نريح شوي ونمخمخها ونفكر لنا طريقه ثانيه حق بروجكت جديد. اللي كان مو متابع وما يعرف شروط السحب، سبسكرايب باليوتيوب، فولو بالانستغرام، وتمنشن 3 بالبوست الاخير بالانستغرام، وتكون موجود باكر الساعه 8 في مجمع 360. خليك من 7 موجود، احتمال نجدد من الوقت شوي، فتكون موجود نقول من 7 ل 8 مجمع 360. وهذه الشروط، والله يعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله ببروجكت ثاني بعد هذا. نريح شوي ونرد نشتغل مره ثانيه ببروجكت ثاني. تشرفنا بمتابعتكم لنا.